ناخد الدب الداشر بقى. دلوقتي بقت في حملة لإجبار المواطنين على التوقيع لتعديل الدستور. أيوة كده أهو، حملة لإجبار المواطنين على التوقيع لصالح تعديل الدستور، كله بالورق، كله بالورق، كله بالكتوبة. كشف نشطاء عن تنظيم جهات غير معلومة حملات تجوب المحافظات من أجل التوقيع على استمارة تعديل الدستور، وأكدوا إن الحملة اشتغلت كويس أوي الأيام اللي فاتت، خاصة في طوابير بيع البطاطس للمواطنين، وبرضه نشطت داخل المقرات والمصالح الحكومية حيث تم التنبيه على الموظفين بالتوقيع عليها. انت عارف عامله زي ايه؟ زي ابو العلا لما كان بيطلق مراته في فيلم الزوجه الثانيه. الزوجه الثانيه كان اسمه يا اخي ابو العلا، طلقها ابو العلا، الزوجه الثانيه والله بتاع العمله صلاح منصور. فكان يعني الموظف ابو العلا اللي هو ايه، مش هتوقع، ها مش هتوقع. تعالى بقى في الخبر اللي بعد كده، ان الموظف اللي هيتشك فيه انه اخواني هيتفصل. مش هتوقع على الاستمارة؟ وقع. فالموظف يبقى بيسب ويلعن. اهي الاستمارة اهي. قول كلمتك. قول كلمتك يا ابن ها؟ يا ابن الشعب. قول يا كلمتك. هنعدل الدستور. بص زي بالظبط، زي بالظبط يا ربي نفس النجاسة بتاعت ورقة 30 ثانية، نفس النجاسة. هنعدل الدستور عشان يضمن توازن عادل بين السلطات، هنعدل الدستور من أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، هنعجل عشان الحفاظ على وطننا الغالي من التقلبات السياسية. دي بقى صعبة قوي. من أجل ضمان تشكيل مجالس محلية، لا والله، من اجل نقل المؤسسات الى عاصمه جديده، مش عارفينها؟ مش عارفين العاصمه الجديده فين يا جماعه؟ حديثه ومتطوره. هتعدل الدستور عشان عايز تنقل الهيئات الحكوميه للعاصمه الاداريه؟ طب ودي عايز تعديل الدستور. هتعدل الدستور عشان تعمل مجالس محليه؟ طب ما المجالس المحليه بتتعمل من ايام الملك فاروق. وايه التقلبات السياسيه دي؟ وانت تحط اسمك وتلزق الرقم القومي وقول كلمتك يا ابن الشعب. ادي بقى الاستمارات اهي. بالظبط، ما هي استماره تمرد بالظبط. بص ادي الناس امضي، يقول لي ابص ابص بص 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 بصوا ايه الراجل ده قاعد اقوم شيش، وده قاعد امضي ولا ايه يا ربي؟ افكر في ايه؟ وده على البطاطس، على البطاطس. امضي يا ريس، وده على الكرش، امضي يا ريس. مش مهم، تمضي في اي حته، الزقها لا مؤاخذه على ظهرك، ظهرك. نفس الاستمارات، نفس الاستمارات النجسه اللي ودت الناس في داهيه.